قال بيان عن اجتماع المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إن الطرفين قررا إرسال وفد مشترك للحوار مع الحكومة المركزية وبمشروع مصدق من قبل جميع الكتل السياسية الكردستانية. وأشار البيان إلى ضرورة معالجة مشكلة مجلس النواب عن طريق المحافظة على التوافق السياسي ووجود حكومة قادرة على تنفيذ مشروع مشترك لجميع الأطراف بما فيها الأطراف الكردستانية. وقال البيان إن الاستفتاء على مصير إقليم كردستان حق ديمقراطي، وإن الطرف الأول والأساس الذي ينبغي الحوار معه بشأن ذلك هي الأطراف السياسية العراقية والحكومة العراقية. قالت الكتل الكردستانية في مجلس النواب في بيان بعد اجتماع لها ببغداد إنها ترفض أي محاولة لتغيير ممثلي الكرد في بغداد دون العودة إليها، وتعده نكوصا عن روح الدستور والشراكة الحقيقية. وأضافت الكتل أنها ستقاطع أي عملية تجري بخلاف ذلك، ولن تسمح لأحد أن يضع نفسه بديلا عنها. إن الآليات الديمقراطية والدستورية والقانونية بعيدا عن التشظي والانقسام والإملاءات من أي طرف هي الحل الوحيد للخروج من أي أزمة سياسية في البلد، ولا بد للجميع أن يحتكم إليها ويعتبرها الفيصل. ثالثا، إن الشراكة الوطنية في العراق تقتضي عدم التجاوز على المناصب الدستورية والسياسية التي تعبر عن مبادئ الشراكة والتوازن والاستحقاقات الدستورية للمكونات العراقية، وإن أي محاولة تجري لتغيير أي موقع دون العودة إلى الكتل السياسية الممثلة للشعب الكردستاني هو نكوص عن روح الدستور والعملية السياسية والتعايش والشراكة الحقيقية، ويعد أمراً مرفوضاً لن نسمح به، وسنقاطع أي عملية تجري بخلاف ذلك.